ومكملين معاكم من ايفنت ستودنتس زون، ومعانا استاذه عطور ريبريزنتيف من جامعه الام اي يو، هتعرفنا بنفسها اكتر وبالجامعه. مساء الخير يا استاذه عطور. مساء النور، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ممكن تعرفينا اكتر بالام اي يو؟ اوكي، انا اسمي عطور الجريسي، براود ريبريزنتيف لام اي يو. ام اي يو خرجت 23 دفعه، جامعه من 96. ايم ا براود اول دفعه تتخرج من الجامعه. فالجامعة على مدار السنين عندها excellence in education, quality of education، كذا كلية، وعندنا إحنا we are proud Egyptian university بaffiliations abroad، عشان كده اسمنا مصر international universities، اتفاقيات بيننا وبين جامعات برا. تمام. إيه اللي شجعك النهاردة تشاركي في الإيفنت بتاع student zone؟ بصي، هو student zone دي تاني second edition، تاني سنة يعملوها، بس إيه it's our first time to be a part of it، لان حاسين ان احنا عايزين open the market for a different experience to meet new students. وطبعا الستاف بتاع student zone are very helpful، وربنا يسهل ان شاء الله في the future collaborations ان شاء الله. طيب ايه الجايدنس او السيرفيس اللي بتقدميها لاي student بيجي لك هنا البوث او الفير؟ هو طبعا لما students بيجوا لنا بوث هنا it's a good chance، لان هو بيقدر ياخد ال quality of information needed من غير ما يروح لغاية الجامعة. طبعا مهم ان هو يجي الجامعة يشوفها. النهاردة مثلا كان عندي parent بتقولي ان كنت لسه عايزة اروح لكم الاسبوع الجاي، فقلنا لا احنا جينا لحضرتك. فطبعا دي سيرفيس مش هنقدر نعملها الا من خلال حاجة زي student zone او ما يعادلها من الحاجات الكتيرة قوي بتوقفنا لتطور ولتقدم احسن، سيرفيس احسن. Thank you so much استاذ عطور، تشرفت بيكي جدا النهاردة.